السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أريكم طريقة تنصيب تطبيقات الأندرويد عن طريق الحاسوب دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج. نقوم باستعمال موقع ونقوم بتثبيت جميع التطبيقات كالواتساب، فيسبوك، ميسنجر، يوتيوب، أي تطبيق تريد تنصيبه. معظم الإخوان يقومون بتثبيت برامج كبرنامج النوكس الذي تقوم بتحميله وتقوم بتنصيبه، وعند الاشتغال لن يشتغل معك، تكون مواصفات جهازك ضعيفة نوعا ما. إذا سوف نقوم باستعمال موقع ونقوم بتحميل جميع التطبيقات وتقوم باستعمالهم في الموقع الذي سوف نقوم باستعماله في هذا الشرح. أول شيء سوف أدعوكم إلى، إذا كانت أول مشاهدة للقناة، أدعوك إلى الضغط على أبوني أو سبسكرايب على حسب اللغة، وتقوم بتفعيل زر الجرس حتى توصل بكل الإشعارات الخاصة بالقناة. تقوم بتفعيل هذا الجرس حتى يصلك جميع إشعارات خاصة بالفيديو. إذا أول شيء سوف تقوم سوف أترك لكم جميع الروابط المستعمل في الشرح. تقوم بالدخول إلى بلاي ستور من المتصفح، وتقوم باختيار على سبيل المثال أي تطبيق تريد تحميله من المتصفح. تقوم بنسخ هذا الرابط ونقوم باستعمال هذا الموقع الذي يحمل لنا التطبيقات، وتقوم بالضغط هنا. سوف يعطيك هنا كليك هير تو داونلود واتساب، تقوم بالضغط عليه وسوف ترى هنا يتم تحميل تطبيق الواتساب. هكذا عند التحميل سوف تسحبه وتضعه في سطح المكتب. إن لم تنجح معك الطريقة هنا في التحميل، سأترك لكم رابط هذا الموقع كذلك، تقوم بالدخول عليه. سوف أجرب أي تطبيق للتحميل. إذا سوف نقوم بالضغط هنا، بعد ذلك سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل حتى نقوم بالضغط أو سوف نقوم بتحميل. سوف تظهر لك هنا Download APK from Source Server، تقوم بالضغط عليها. سوف يتم تحميل التطبيق هنا On Direct. إذا عند تحميل التطبيق سوف نقوم بالدخول إلى الموقع الذي سوف نقوم بتحميل التطبيقات عليه. سوف أترك لكم رابط الموقع. بعد ذلك سوف نقوم بالدخول هنا أو الضغط هنا. هنا سوف تختار التطبيق أو ملف التطبيق من هنا Select File، تقوم بالضغط هنا وتختار التطبيق الذي قمت بتحميله. على سبيل المثال سوف أختار هذا التطبيق وأضغط أفغر. سوف أقوم بالانتظار حتى يتم اكتمال هذا الخط أو اكتمال تنصيب التطبيق بداخل المتصفح. إذا ننتظر بعض الوقت. إذا الآن تم تحميل هنا التطبيق. إذا أول شيء سوف نقوم بأخذ الإيميل أو الخاص بالجيميل حتى نقوم بتسجيل الدخول. سوف أقوم بنسخ الإيميل من هون. بعد ذلك سوف أقوم بعمل بيست هنا حتى يقوم بالموقع إرسال رسالة حتى أقوم بعمل أكتيفي للموقع. إذا سوف أضغط هنا. إذا سوف نتوجه إلى حسابنا في الجوجل أو في الجيميل، نقوم بالضغط هنا في الجيميل. إذا هنا الموقع أرسل رسالة، سوف نقوم بالدخول إليها. قوم بالضغط على الرسالة. إذا سوف تجد هنا رسالة Your app is ready، سوف نقوم بالضغط هنا على هذا اللينك. إذا هنا سوف تفتح معك هذه الصفحة على شكل هاتف. إذا نضغط هنا Tap to play، إذا نقوم بالضغط هنا.
إذا ننتظر حتى يتم فتح التطبيق. إذا كما ترون هون التطبيق سوف أي تطبيق قمت بتنصيبه سوف يقوم بتنصيب هنا على طريقة الهاتف هاتف أندرويد في الموقع كما ترون هون. بعد الإعدادات الخاصة بالهاتف تقوم بإضافة أي فيرسيون على سبيل المثال أندرويد 7.0 والكيت كات 5.1. هنا تقوم بالعرض أو بالطول على حسب الشاشة من هون كما ترون. إذا هنا التطبيق الذي قمنا بتحميله سوف أي قمت بالتحميل التطبيق سوف يظهر لك أول تقوم بفتح الهاتف سوف يظهر لك التطبيق. تقوم بالخروج من هنا سوف يظهر لك الهاتف تقوم بتحميل أي تطبيق. إذا لن تجد فيه بلاي ستور أو جوجل بلاي تقوم بالدخول إلى هذا الموقع تقوم بنسخ العنوان كامل وتقوم بالدخول إلى الهاتف هون وتقوم بنسخه في الجوجل بلاي. بعد ذلك سوف تحمل من هنا بلاي ستور سوف يتم تحميلها في الهاتف وتقوم بتحميل أي تطبيق تريد. التطبيقات سوف يتم تحميل في هذا الهاتف 8 تطبيقات الحد الأقصى 8 تطبيقات سوف تقوم بتحميلهم في هذا الهاتف هون. هذه أفضل طريقة لتشغيل التطبيقات على بدون الحاجة إلى أي برنامج تقوم بتحميله. إذن إلى هنا ينتهي الشرح. ألقاكم في شرح قادم إن شاء الله. وإذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا باللايك وتضع كومنت حتى يستفيد الجميع.